عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في درس سريع من دروس الإكسل. النهاردة هنتعلم إزاي نعمل تجميد للصفوف الأعمدة. الفكرة ببساطة، لو أنا عندي صف زي ده، في هنا صف عناوين، أنا محتاج إنه دايما يكون ظاهر عندي على الشاشة، يعني لما أتحرك كده ما يختفيش، أو أنا محتاج الاسم دايما يكون ظاهر، يعني لما أتحرك كده يفضل دايما ظاهر على الشاشة. الفكرة ببساطة، إزاي أقدر أثبت الصفوف مثلا من 1 لـ6؟ أنا كل اللي عملته وقفت على الصف رقم 7، ومن فيو عندي حاجة اسمها فريز باند. فريز باند كده مهما اتحرك كده الصفوف دي ثابتة. طيب لو انا عايز اثبت الكولم A والكولم B، فوقفت على الكولم C وفريز باند، طبعا فكيت الفريز الاولاني وعملت فريز باند عشان اثبت الكولم A والكولم B. المشكلة ان دلوقتي انا ثبتت الاعمدة والصفوف زي ما انتم شايفين، دي كانت بسرعة ازاي اقدر اثبت صفوف واعمدة. طيب ازاي اقدر اثبت كلهم مع بعض في وقت واحد؟ انا عايز من الصفوف من 1 لـ6 والاعمده A و B و C، بكل هعمل لو وقفت بالخليه اللي اسمها D7 وقلت له فريز باند فريز باند، كده انا ثبت الصفوف من 1 لـ6 وثبت الاعمده A و B و C. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.